اذا مرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. ليست المره الاولى او الاخيره اللي تنصطفوا بها بطبيعه الحال يعني الجمعيه ديال حصن مراكش بخصوص يعني المشكل اللي تتعانيه وكاله كراء السيارات. اليوم احنا مع يعني النائب رئيس جمعيه حصن مراكش اللي وكاله كراء السيارات باش اننا نناقشوا اليوم واحد الموضوع اللي ارق اصحاب الوكالات بشكل كبير، خصوصا انه في ظل يعني المنادات المتواصله ديال انه فتح الحدود، وتعرفوا انه مدينه مراكش بدون سياحه بدون يعني بدون رحلات ديال الطائرات بدون استقطاب سياح ما يمكنناش ان نتحدثوا على مدينه مراكش اللي تعتمد تقريبا ما يزيد على 80% من الانشطه ديالها، فانشطه سياحيه كاين الاوتيلات كاين الامور اللي مرتبطه بشكل كبير. فاليوم تنستضيفوا السي عبد الحليم باش يتحدث لنا الموضوع اللي يعني نقدروا نقولوا بانه ولا يعني الموضوع الساعه بالنسبه لهم، ويعني كل لحظه تعيشوا هذا الهم الكبير ديال العصابات المطارده الهوليوديه، العصابات اللي يعني تجي تتكري السيارات ويعني تعاود فيها البيع في المارشي نوار يعني السوق السوداء، بالاضافه للحجوزات اللي كل مره انه تيتفاجئوا من الابناك انه كاين حجز على السيارات ديالهم هما وفي ظل هذه الازمه، وكذلك يعني بطبيعه الحال يعني المطالبه بفتح الحدود اللي ولات اولويه باش انه يخرجوا من هذه الازمه وهذه الاشكاليات اللي تعيشوا بها. سي عبد الحليم مرحبا بك معنا خلال هذا المباشر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا نشكر قناه شوف تي في اللي ديما مسلطه الضوء على قطاع كراء السيارات اللي تتسمع لنا دائما، تتمنوا شي مسؤول باش يسمع لنا حتى هو شي شوا باش انكم تشدوا السياره ديالكم. تفضل هادشي ماشي اول مره، هادشي ولفناه ديما في هادشي ديال كراء السيارات، اننا تنكتشفوا ان كاين شي واحد اخوان سامحهم الله اللي هما تيستغلوا هاد السيارة للسرقة والاعمال الاجرامية وتهريب المخدرات وهذا. وبالنسبة لهادشي ديال السرقة كانت واحد السيارة اللي هي من قلمين، هو هارب بها سيد وهارب وتابعينه يعني مطاردة يعني من الناس ديال قلمين ديال اكادير، هما تابعين حتى ايمن تانوت عاد حط لنا السيارة ومشهر في حاله يعني غني كان داكشي ديال البراجات وداكشي عاد تيجي وتيضرب وتزيد الموتور وتمشى من الطريق المعاكس. هادشي كلشي علاش؟ واش نشوفوا في هادشي ديال السرقات ديال السيارات ولا هادشي ديال السرقات القانونيه ديال السيارات ديال لي زورغانيزم كريدي ديال اللي تيهزوا لنا السيارات ديالنا بدون سابق انذار او شيء، يعني غير تيجيو تيقول لك راه تبلغتي، ما عرفتش انا ما عمرنا ما تبلغنا ما عمرنا ما سينينا حتى شي حاجه، تيكون حكم استعجالي تهز لك السياره. كثير من الحاجات اللي تعيشها هذا القطاع يعني واحد التهمش كثير كثير كثير، يعني ما كاينش شي اداني صاغيه ولا شي مسؤول يعني وزاره وصيه باش تدخل في هذا الموضوع باش قالت لنا لو كي شارج باش توقف هذه المراجي ديال هذا الحجوزات وهذا الشيء ديال المشاكل ديال هذه السيارات. عندنا واحد العقد وكما تتعرفوا ان العقد شريعه المتعاقدين يعني ما تيتماشاش يعني ما تيهضروش عليه حتى هو، تقول لك لا لي كونديسيون عندك انت ماشي هما دوك لي كونديسيون، لا هادو بالفرونسي لا هادو بالعربيه. عطيونا عقد موحد لجميع الشركات، عطيونا واحد العقد موحد، حنا بغينا واحد العقد موحد اللي يحمي هاد المقاولات الصغرى، لان ما كاينش شي حاجه اللي تتحميها. الا جيتو تشوف راه ما كاينش شي حاجه اللي تتحميها. ها هي السياره الا تشدات لك على المخدرات تتمشي لك كما تتعرفوا الجباري، غير الا ما كان هذا، ولا تتمشي لك المحكمه تتبقى واحد 6 شهور 7 شهور 8 شهور هي محجوزه. هادشي راه لا يعقل. السيد راه مخرج هذيك السياره باش يترزق بها الله، يعني باش يخدم بها
فهاد الشركه ديال وكالات كراء السيارة. يعني هذيك السياره الا مشات واحد 6 شهور ولا 7 شهور ولا شهرين راه تتخلص على طريطات، ولا ما تخلصوش على طريطات من بعد من تتخرجها من المحكمه تيديوها لك صحاب لي زورغانيزم كريدي. هاد الشيء كثير كثير بزاف، تلقاو بعض السيارات اللي تيتزوروا ليهم تيتبدلوا ليهم الماتريكيل ديالهم تيتباعوا. كاين سيارات اللي باقيين لحد الان ما لقيناهمش، كاين سيارات اللي ما لقيناهمش. الحمد لله تنشكروا من هذا المنبر السي عبد اللطيف الحموشي، يعني اللي عيون ديالو يعني طلبنا منه واحد اللقاء ونبه لينا، والحمد لله عطى التعليمات ديالو صارمه في حق هذا الشيء اللي هاد المشاكل اللي تيوقعوا لصحاب وكالات كراء السيارات. مي تنقلبوا على السيارات الاخرين اللي باقي ما لقيناهم، يعني كاين شي سيارات اللي باقي لحد الان الناس راه مرزيين فيهم. تصور كيف يعقل ان سياره تمشي لك تخول لك، حنا نقولوا تخونات راه ما تيتعودش فيها صاحب وكاله كراء السيارات، تولي عنده اموال يعني لا 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 تامين يعوضك لا لا, لا 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 يعني حتى حد ما تيعوضك في هذيك السياره. يعني مشات تتولي تخلص لها الكريدي ديالها وتتولي مرزي فيها كما تنقولوا هذيك الرزيه، راه كثير هادشي. نعم السيد، يعني السؤال ما تضعفوش هاد الناس هادو اللي دائما تعرضوكم هكا للسرقه وتعرضوكم اخويا زعما، يعني واش نتوما ما تعرفوش هاد المسائل هادو، ما تعرفوش ما توقفوش على هاد الامور هادي، يعني تلقاو لها شي حل بالنسبه لكم باش ديما نتوما تتعرضوا للسرقه ديما تتعرضوا لها؟ اخويا زكريا بالنسبه لهاد النقطه يعني ما عندناش حنا شي وسائل باش غادي نعرفوا هاد الناس واش شفاره ولا ماشي شفاره، يعني ما عندناش يعني تقنيات باش غادي نبوانتيو هاد الناس واش داوي صوابق ولا لا. ثاني حاجه بالنسبه كاينين يعني اللي تيسرقوا، كاين اللي تيجيب دابا البيرمي ديالو اوريجينال ولا كارت ديالو اوريجينال تيسرقوا العلالي يعني ولا عنده عادي، لان حتى ملي تنلاحظوا ان تيسرق واحد 10 سيارات ولا هذا يعني ما عندوش اشكال يعني، ولا اوليا باش يمشي لواحد كما تنقولوا بانكا يخونها ولا يمشي لشي بلاصه اللي يخونها، ولا تتبان ليه وكاله كراء السيارات هي اسهل وسيله باش يسرقها. يعني كيف ما تعرفوا ان اخر واحد في خميسات اللي سرق واحد 26 سياره وفي العمر ديالو يعني زيد في 2000 يعني عنده واحد 21 سنه يعني سرق 26 سياره لا يعقل. يعني هذا راه خبير، ملي جينا تنكتشفوا اشنو كان عنده، يعني كان تيقرا على هذا الشيء ديال الجي بي اس، كان عارف عنده الهام على هذا الشيء وكان تيسرقها، وكانت معاه عصابه كبيره يعني اللي كانت تعاونوا في هذا الشيء، كانت تيسرق سياره تيجيبها تعطيها لهم تبيعها لهم وما تيمشي يتكلفوا بها، وباقي لحد الان راه كاين شي سياره اللي باقي ما تلقى. نعم، يعني كيفاش يجيو هاد الناس عندكم السي عبد الحليم؟ كي تيديروا تيجيو عندكم؟ ما تيجيو الطريقه باش يجيو؟ كاين الطرق اللي تيجيو بها عبر الفيسبوك. ازمه تتولي هيكاري غير باش تخلص شي حاجه ولا تدخل شي قوت يعني ديالك، يعني شي ايجار خاص تخلصو صافي. نعم، يعني دروك كاين شي حاجه تتحميكم نتوما في هذه المساله هذه ديال يعني ديال هاد الناس هادو اللي تيديروا النصب والاحتيال على الوكالات كذا؟ حاجه اخويا اللي تتحمينا هي تخلي سيارتنا هو تعطيو. راه الغريب في الامر ان الناس كاين تيقول لك راه تنمشي نقلبوا على السيارات وما تلقاهمش، راه ماشي ما تلقاهمش، راه الناس خايفه، راه ولا تعطي سيارته وما ترجعش ليها، راه هذاك الشيء اش يقول لك ما عنديش، انا منهم، انا يعيط لي شي حد ما تنعرفوش، يعني ما عمري ما تعاملت معاه، ما تنعطيش، حاليا يعني السيارات راه واقفين، علاش؟ لانني عندي كل الحجوزات عندي كل شيء على برا، والحدود مسدوده راني واقف، ما خدامش. نعم. والاكثريه ديال الاخوان هذه خدمتهم، وخاصه هنا في مدينه مراكش هذه خدمتنا حنايا، خدامين مع السياح. يعني الاجانب اللي تيجيو من برا عندنا حجوزات، عندنا دي كليون ديالنا اللي تيجيو عندنا يعني ديريكتومون، الا ما كانوش هاد الكليون راه ما كاين والو. نعم. يعني شحال تقريبا من ملي بديتو مع هاد المشاكل مع هاد العصابات تقريبا شحال سياره تنشوفوا هذيك النهار في طنجه، يعني واحد تخصص في السيارات الفارهه. يعني 17 سياره فارهه، يعني شحال تقريبا دروك الى حسيتوا شحال تقريبا وصلوا لوكاله كراء السيارات ديال السيارات اللي مشاو لهم؟ الى حسيت لك انا من 2016 لدابا تقريبا اللي تعرضنا لهم كاينه واحد 160 تقريبا، 160 سياره ما كايناش، هادو باقي ما تلقاوش كاع. ها هو واحد الاخ معنا من مدينه الجديده اللي هو مأجر سيارته لواحد السيد، هذاك السيد حتى عيط له قال له راه وقفوا عليا شي وحدين يعني بسلاح ابيض وداو لي السياره، اول حاجه ما لقاهاش،
وما عنده كيفاش دار مع السيد اللي عنده اللي كارهه يعني ها هو سلم السوق اللي راه فوالا رخموا لي السياره هات امين سماوه فول دو كونفيونس حتى ما كاينش حتى التامين حتى هو ما معاونكش حتى هما تحسبوا لك فول دو كونفيونس هذيك ما غاديش تعود فيها هاد السياره مشات لك كاين شكون اللي يعوضني ولينا حنا دايرين فرق هنا في المغرب كامل يعني كل مدينه دايرين فيها فرقه باش نقلبوا على السيارات اي باش نقلبوا تتبنى شي ماتريكيل تتبنى شي حاجه وتا الحمد لله يعني تلقاو بعض السيارات يعني تلقاو الحمد لله نعم يعني في وصلت الامور ديال الحجوزات حضرنا معكم هذاك النهار السياره يعني في وصلت الامور في ظل هذه الازمه هذه اللي تعيشوا خويا الا مشي كما تيقولوا تطيح البقره تكثر الجناوه ملي تطيح السياره عندهم في لورغانيز كريدي راه تيجيو يشدوا لك اللي عندك واللي ما عندك يعني كلشي تيتخلصوا منك الا بغيتي ما بغيتيش راه عندك واحد المهله تتبع الطوموبيل ولا تتبع الطوموبيل تتبع مازال علني باش حم واحد تيعيطوا لي تقول لي غدا غتبع طوموبيلك ولا ما تعيطوش لي حتى تبيعوا لي طوموبيلتهم اخويا هذاك الشيء راه كثير هذاك الشيء الا جيتي تشوف راه كثير بزاف يعني راه مستغلين كيف بغاو واكثريه الوكالات كي السيارات اللي حاطينها كالحي صغير لانه ما تلقاش يعني واحد وزاره وصيه اللي تدافع عليها تنتمنى من الوزاره الوصيه تدافع علينا كيف ما وزير الصحه اللي خاف علينا وسد علينا حتى وزاره الصحه حتى وزاره النقل تاهما يدافعوا علينا تاهما يخافوا علينا كيف ما خافت علينا وزاره الصحه نعم شحال تقريبا ديال الوكالات اللي سدات الوكالات الا ما خفت نكذب نقول لك راه كلشي غادي يبقاو غير الشركات الكبار هما اللي غادي يبقاو دابا في السوق هما الشركات الصغار المقاولات الصغرى المتوسطه اللي وصل على سيده نبيعوا شي حاجه اخرى الله اعلم الا كنا خدامين في لوكاسيون دو فاتور كراء سيارات راه ما يمكنش واخا كيفاش تحسبها اينشتاين راه يحسبها كيقول لك راه ديفيسيت راه ما يمكنش يعني شنو هو الحل في نظركم الحالي انتم كجمعيه كاطار اللي تدافع على الحقوق ديال وكاله كراء السيارات حنا المطالب ديالنا ما باغي لا دعم لا حتى شي حاجه الحمد لله اصحاب شركات ما باغيين حتى شي دعم اللي طالبين اننا ندخلوا كونترا بروغرام ندخلوا البرنامج كونترا بروغرام تعترف بنا الدوله باننا متضررين ويتعاملوا معنا كمتضررين ما يبقاوش يشوفوا فينا هذيك راه حنا تندخلوا الفلوس وثاني حاجه يحلوها الحدود ويخليونا نخدم نعم. حنا ندبروا نعم يعني تظنوا بانه الى تفتحت الحدود يكون حل هذا القطاع اسمح لي الى تحلت الحدود بعدا غادي يكون واحد الرواج لان راه ماشي قطاع كراء السيارات هو اللي واقف راه العجله كلها واقفه راه خصهم يفهموا راه ما كاينه لا سياحه داخليه لا خارجيه علاه باش الحدود مسدوده شكون غيخسر فلوسه دابا شكون غيكري السياره حتى من المغاربه راه ما تيكريو السيارات ما تيقول بانه القطاع عندكم خدام اسير الحال اش خدام تيقول لك بانه انتم ديما خدامين ديما تخرجوا الحديد ديما كاريين نتحدى شوف غنقول لك على حاجه هذا هو مربط فرس هذا هو مربط فرس لانهم تيقولوا هذه الهضره ولكن ما تيديروش لي فيريفيكاسيون ديالهم يشوفوا هاد الناس باش شراو هاد الطوموبيلات يشوف من اين لك هذا العربيه تاع عربيت من اين لك هذا ولا غير راه كاين تبذير الاموال راه كاين بزاف ديال الحوايج اسمح لي راه ماشي انا كاين مقاولات صغرى ما تقولش انا مقاوله صغرى وبادي واحد الكابيتال ديال 3 مليون ولا 4 مليون درهم هذا راه تعتبر مقاولات كبرى مقاولات صغرى راه باينين من 500000 درهم يعني 10000 هذا من 10000 درهم والفوق ماشي من 2 مليون درهم ولا 3 مليون درهم مقاولات صغرى تتحسبهم عليها انا كاين تبيير الاموال تما انا ما خدامينش انا جيت شوف اخويا نجي ننزل لك الحظيره تشوف السيارات كلهم واقفين تنهزو حنا مره باش ما يمشيش لهم هذاك الباتري وما كاينش شي واحد شي هو اللي ما شعلاش ليه البوط المازو لا ياك نعم يعني هاد الزياره الاخيره ديال الوزيره كيفاش شفتوها بمنظوركم انتما يعني جمعيه ديال وكاله كراء السيارات بالنسبه للوزيره كنا تنتمناوها ما عرفتش كيفاش غنقول جات لمدينه مراكش باش تفقد السياحه وما شافت حتى شي حد هنايا وما عرفتش اش غنقول لك يعني نورمالمون داكشي اللي كنتو تقولوا لها في لقاء رسمي تقول لها دابا اش غادي نقولوا لها غادي نقولوا لها السياحه عندها واحد المدخول كبير في المغرب وعاونيه راك وزيره السياحه راك تعاونيه باش ما يموتش الا مات السياحه راه ما بقى عندنا والو راه ما بقى عندنا والو راه خاص السياحه تتعاون يعني كاين ميزانيه اللي خرجوا دروك خرجوا لاصحاب الفنادق
يعني تقريبا ما يزيد على شي 2 المليار ولا 3 المليار للدعم اصحاب المقاولات يعني الفنادق المصنفه والنقل السياحي. لا بالنسبه للنقل السياحي انا نقولها لك إيه، لانك انت حاطو كنقل سياحي وتتحربوا باش يخدم لي زيركسيون ديال 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 هنا، منع عليه باش يدير شي برنامج يخرج المغاربه، منع عليه هز، منع عليه منع عليه، انت تقول ليه لا انت ناقص سياحي هذاك اياك، فالفنادق راه تيدخلوا المغاربه، فالفنادق راه كاينين الفنادق المضره وكاين الفنادق اللي ماشي مضره اياك، ولكن كيف ما قلتي دابا واحد الكلمه قلتي راه كاين صحاب السيارات اللي خدامين اللي تيخرجوا السيارات، كاين اللي ما خدامش، راه كاينين الناس اللي عندهم يعني الوكالات راه ما عندوش شي فكره ديال راه تيخدم مع لي زيترونجي عندهم لي ريزيرفاسيون، شي مطار محلول راه خدام، مطار مسدود راه ما خدامش. نعم، كيفاش تشوفوا المستقبل ديال القطاع ديالكم؟ انتم عندكم مشكل مع العصابات اللي يعني تيهربوا لكم بالسيارات ديالكم وتمديهم للمارشي نوار، عندكم مع لي زورغانيزم اللي تابعين لكم بالكريديات والحجوزات، عندكم مشاكل اخرى انه تشوفوا بان الرحلات موقوفه، مكان السياحه، يعني كيفاش تشوف انت هذا المستقبل في ظل هذه المشاكل كلها هو في زمن كورونا؟ والله العظيم لهذا المستقبل يعني ولا غامض، كان غامض واحد شويه ولكن دابا ولا غامض بزاف، لان ما بقيناش نثقوا، ولينا خايفين بزاف، ولينا خايفين من المستقبل، اكثر هي تسد حل تسد حل تسد حل، حتى هو راه دار لنا واحد العائق كبير. ثاني حاجه لي زورغانيز كريدي يعني ما عطاوناش باقي لحد الان، ها هي يا تسدات الحدود من شهر 12، من الاول ديال شهر 12 باقي لحد الان ما خرجو حتى شي مرسوم، يعني اصحاب القروض يقول لك راه غناجلوا لكم السداد ولا شي حاجه، ما كاينش ساكتين، علاش؟ باش يطيحوك في لابي، باش تطيح في لابي باش تهز لك الطوموبيل، لانهم الربح عندهم في هز الطوموبيلات، ما عندهمش الربح في شي حاجه اخرى. ثاني حاجه هادشي اللي تيجي دابا يعني هذيك ليون اللي كاينين حاليا يعني ما عرفناش، تتخاف منهم بزاف، قدر اي واحد يديها في اي لحظه، وما عندك ما تصور من عنده، يعني ما دير شكايه ديالك تتفاعل عاد تمشي تقلب عليه، وفاش تيتشد تيقول لك بعتها، يعني بعتها شو كدير انت ما عندك يدير، تياخذ العقوبه ديالو، تينال العقوبه ديالو، انت راك تتنال العقوبه ديالو، يعني وليتي تتنال العقوبه معاه حتى هو. نعم، يعني شنو الرساله ديالك لوزيرة السياحه من خلال هذا المباشر؟ الرساله ديالي لوزيرة السياحه ووزير النقل حتى هو خاصهم يشوفوا في هذا القطاع ديال كراء السيارات، لانه راه تيشغل واحد الطبقه كبيره من العامله، يعني ماشي غنقول خاصه مدينه مراكش كلها، مدينه وعندها، انا تنهضر دابا على مدينه مراكش، يعني هنا راه تيخدم واحد العجله كبيره، يعني الناس راه كاينين يعني يعني من كل شيء كاع الاصناف راه تيخدموا، خاصه هذا القطاع كراء السيارات، لان يعني تتعرفوا مدينه مراكش يعني راه محيطه مدينة الصويرة من يعني بني ملال القلعة بن قرير، يعني حتى هاد الإخوان يعني اللي تيجيو ولا الناس السياح اللي تيجيو راك ياخذوا السيارات باش يمشيو لهاد المدن باش يبداو لو سيركوي ديالهم من بعد النقل السياحي، يعني إلا مشاو هاد الوكالات راه ما بقى والو، راه كيف يعقل أن أنتم بغيتو يعني تنتعشوا السياحة وتوصلوا واحد 20 مليون سائح، راه حاليا راه ما يمكنش، راه خاصكم تكبروا هذا القطاع يعني تعاونوه باش حتى الا جات السياحه يلقاو سيارات نقيين وجداد، يلقاو فاش يخدموا يلقاو هذيك الظروف ملائمه باش يكريو لهم هذه السيارات. نعم، شكرا لك السي عبد الحليم على التوضيحات. اليوم يعني وقفنا على المشاكل اللي تتعاني منها وكاله كراء السيارات بصفه عامه، يعني كاع الشركات كلها ديال وكاله كراء السيارات. اليوم السي عبد الحليم يعني نائب رئيس جمعيه حصن مراكش اللي هو كراء نعم رئيس جمعية رئيس جمعية حصن مراكش واللي وكالة كراء السيارات، يعني اليوم اللي تنشوفوا بانه مازالوا والحدود الساعة عندهم مشاكل كبيرة مع هاد الناس هادو اللي تيجيو تياخذوا السيارات يعني العصابات وتيعاودوا فيها المارشي نوار، يعني تنتمناو انه المسؤولين تدخلوا، يعني تكون واحد يعني شي ابليكاسيون ولا شي سيستيم، يعني شي حاجة اللي تحافظ على يعني الشيء ديال الهياكل ديال السيارات ديالها. سي زكريا ما قرعناش يكون عندنا شي واحد الرقم ديال بوانتاج، بالعكس نتعاونوا حتى مع الداخليه. يجي عندنا اي واحد من بوانتي ويصيفطوا ليه الرقم يعطينا واش عنده يعني شي ريشيرش ولا عنده شي حاجه بحال الفنادق،
هذيك الوقيته غادي يكونوا مرتاحين حتى حنايا نعم. حنا مرتاحين وكلشي خدام مرتاح ان شاء الله. تنتمنوا الخير في المستقبل، تنتمنوا انه ولا الشعار الاول والاخير في مدينه مراكش وهو يعني فتح الحدود، لانه ما يمكنش انه مدينه مراكش تنفس او تعيش الحياه ديالها الا ما كانش مطار يعني مفتوح، ما كانش بطبيعه الحال سياحه، ما كانوش رحلات يعني، وما كانش سياح هنا في مدينه مراكش، لانه كاع جميع القطاعات مرتبطين في بعضها. ما يمكنش اننا بين ليله وضحاها نقولوا انه ممكن مدينه مراكش انه ديال الاقلاع ديالها الا ما كانت السياحه بطبيعه الحال، لانه ما يزيد على 80% من القطاعات كلها هما مشتغلين مع هذا القطاع السياحي. يعني ما يمكنش انه نبدلوا النشاط ديال هذه المدينه في ليله وضحاها كما سبق ذكرت بين ليله وضحاها، يعني وفي رمشة عين، لانه هذه المدينه الا ما كانت السياحه راه ما يمكنش هاد الناس يعيشوا. نتمنى ان الرساله تكون واضحه بالنسبه لوزيره السياحه، وزير النقل بالنسبه للناس، وكاله كراء السيارات، باش انه رغم هذه الاجتماعات المتواصله والمتكرره راه الحدود الساعه باقي ان الناس متضررين مع لي زونغانيزم يعني الابناك والحجوزات ديال السيارات والى ذلك، بالاضافه انه تيشوف بانه مستقبل غامض، لانه كانوا عندهم هياكل، يعني تنقولوا بان الشركه تضم واحد المجموعه ديال الهياكل، دروك ما بقاش عندهم، بالاضافه لتبويض الاموال وزيد وزيد يعني امور بالنسبه لي زورغانيزم الكبار اللي ولاو تيضغطوا عليهم هما كمقاولات صغرى متوسطه اللي ما بقاش خلاو لهم مورد باش انهم يشتغلوا. تنتمنى ان هاد الرسائل كلها توصل لكل مسؤول في الحكومه والمسؤولين هنا على مستوى جهه مراكش اسفي باش يتحركوا، راه الوقت ديال العمل هذا، وهاد الناس هادو وضعوا ثقتهم في هاد الناس هادو اللي ولاو منتخبين واللي كاينين في الغرف واللي كاينين على راس المسؤوليه، باش انهم يلقاو حلول ولو ترقيعيه لهاد الناس هادو في هاد المرحله، باش انهم يلقاو الخطوات يعني الخروج من هاد الازمه، الازمه ديال كورونا. وقليلا نشكركم، شكرا لكم، وشكرا للسي عبد الحليم اللي دائما تيلبي الدعوه، رئيس جمعيه حصن مراكش تيلبي الدعوه دائما وقت ما انه ربطنا به الاتصال بخصوص يعني نناقش هذا الموضوع ديال وكاله كراء السيارات. شكرا لكم وتحياتي لكم متابعينا من خلال هذا المباشر.